بسمة لايف صوت الجهاد. واللي باش نبداوها بالليماج دو جور باش نحكيو على نموذج مشرف. نحكيو على اشرف النمري اللي عمره 33 عام، تولد حامل لاعاقه عضويه في يده من اللي كان عمره 5 سنين. بدا يكتشف في غرامه بالصوره وبالتصوير يستعمل في ساقه. من وقتها اكتشف الموهبه نتاعو. كي كان في المدرسه كانت تصوره من احسن صور، هذاك علاش المدرسه كانت تهزو باش يشارك في المعارض. انقطع على الدراسه للاسف في السنه السابعه، كمل طريقه في عالم فن التصوير، تعب وخدم باش يطور إمكانياته وتلقى تكوين في الرسم والتصوير. بعد ولا يشارك في المعارض، وكانت جمعية سويسرية تشري تصاوره وتبيعهم في سويسرا. برشا مشاهير في تونس جاوا عملوا بورتخي عنده. في تونس ثم قلة اهتمام بالفن، تعب برشا لكن ماهوش مسلم، مازال باش يكمل حلمته وطريقه، ومعمل عليكم كما قال هو على دعمكم وعلى تشجيعكم. هذه هي صور اللي نشوفوها لأشرف النمري بسبب إعاقة عضوية. هذه ما أثنتوش على تحقيق حلمته، انقطع صحيح على الدراسة وهذه حاجة أسف، لكن أمن بالغرام اللي عنده يصور التصوير والفن كان ألهمه. وأشرف نشوفه في الرسومات اللي يقوم بها مش بيده، بسقي سفيان. الإعاقة راي في المخ، في المخ سي. في المخ، فيما عدا ذلك يمكن تجاوزها. لأنه الشاب أشرف النمري هذا معناها فنان دون لام، يدخلوا فما الفن، وإذا ما استطاعش بيده استطاع بساقه، يمكن يستطاع الفنانين أخرين بطرق أخرى. شفتنا فما فنانين اللي يصوروا بفمهم. دونك التعبير، أشكال التعبير قد تختلف، لكن الفن يبقى واحد، والإحساس الإنساني يبقى واحد، والإحساس بالجمال يبقى هو نفسه. والمعاقين كل يوم كل يوم قاعدين يعطيونا في دروس، في دروس. الرياضيين ونحن نحكيه توا على مصايب الرياضة التونسية، الرياضيين يعطيوا دروس لبقية الرياضيين، الفنانين يعطيوا، الرسامين والأشرف النمري اللي مشى العالمية حتى وكان في تونس. احنا راه مش على خاطر المعاقة، خاطر احنا منحترموش الفن، على خاطر احنا وربما ظروفنا فماش تربية فنية، لكن ايضا فماش امكانيات انه ما نمشيوش المعرض باش نشريو 300 و 400 و 500 الف ان التابلو، لانه ك 300 بعدين نخلصوا بها لوتيود نتاع الصغار. معناها فما عندنا مشاكل ماليه اللي تخلينا حتى كان نحبوا ما نعاونوش الفنانين وما نكتشفوش المواهب. هذا يلزم يتبقى.